السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صباحكم الصباحي والورد والملاحي، صباحكم صباحي، صباحا يطرد الفقر وصباح اليوفي الدين. صباحنا فنان وغاوي وغيم وخومة وشي جميل، ولا تشوف زراعك مثمرة ومزهرة، والدنيا الحمد لله الحمد لله الحمد لله خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. يا ربي والله كل ما أظهر في هالمكان أحس بسعادة ما لها حد. اللهم لك الحمد. يا الله يا رب لا تغير علينا إلا إلى الأحسن، ولا تغير علينا ولا على المسلمين إلا إلى الأحسن يا رب العالمين. اليوم أنا بخير وسهالة، شراتك اليوم بخير وسهالة مرة، ولا أجكم اليوم ما راح يكون شيء سنابات وايدة، وإن كان شيء بيكون سنابات فقط بيكون تغطية معرض دوس ثاني اللي في أبوظبي، معرض وليد الزرعوني اللي ترتيبهم تبع أعمار العقارية. نعم، شركة أعمار العقارية عندهم منتج، واللي بيخبرنا عنه عن مشروعهم هو الأستاذ المهندس وليد الزرعوني اليوم إن شاء الله، فبيكون اجتماعي وياه الساعة 11 فندق دوس ثاني في أبوظبي اللي مشاهد نادي الجزيرة، فلذلك بيكون ماشي زود سنابات اليوم، لأن اليوم مخصص كله له وما بيكون وايد يعني بخيل الكلام ما قل ودل، وبس بنختم على هالكلام وبنرمس خلاف إضالة جعلنا بالحيين إن شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن المكان اللي جايين وعاني عسبه فندق دوس ثاني، هذا اللي تشوفونه صرح عظيم جميل غير نمونة، طول عرضه عرض. أكيد أنه اختيار موفق للسيد وليد الزرعوني لاختياره عرض مشروعه اللي هو مشروع عمار في هالمكان اللي يبوكم يزيغ العقل من زينة. والله يبوكم يصربع العقل، يعني زياق هالمكان اللي تشوفونه شيء لا صار ولا استوى. عمار يا ابو ظبي، عمار يا يو اي اي. وما خفي كان أعظم. هذا أبوي على طرف روحه هالقسم اللي تشوفونه من دس على يم هاللي تشوفونه بعيد. هذا حين في البيس ما نتهممونه شيء أبوي، سمعتوا بلي صروع العقل، إحنا جايين حق هذا الشيء. السلام عليكم. إيش حالك الله يسلمك؟ وياك عادة كيف الحال؟ شو الأخبار؟ شو العلوم؟ حالك؟ كيف أنت؟ منهل كيف الحال؟ حيا الله أبو محمد. الله يحييك ويبجيك، سامحونا تأخرنا عليكم. لا مسموح يا طويل العمر. على الله يحييك. هذا حل فنان أنت؟ حل فنان يقولون. وليد زرعوني. حيا الله أبو محمد. كيف حالك الله يسلمك؟ كيف؟ يا ربي ما قصر يعدالك. يلا ها. نحن وين الحين؟ نحن الله يسلمك في أبو ظبي في فندق دوس ثاني. عندنا معرض عقاري مع اعمار بالشراكه مع اعمار، بدينا من امس وبنتم ان شاء الله اليوم مباشر. طبعا مشروع جديد طرحوه اعمار، اسمه المشروع بيشور في منطقه الخور عند اطول برج في العالم. نعم. وعند اكبر مول في العالم. بنتكلم اليوم عن هالمشروع وعن المعرض ان شاء الله. ان شاء الله. خالد عطنا نبذه عن الموضوع. ان شاء الله. شوف طال عمرك تشوفوا هذا كله منطقه الخور. نعم. واحده من اكبر مشاريع اعمار. نعم. تمام. اطول برج في العالم. نعم. برج الخور، وهذا اكبر مول في العالم، اكبر من دبي مول بمرتين. ما شاء الله. تمام. المشروع اللي تم طرحه الحين اللي هو هذا اسمه بيشور. نعم. المشروع عباره عن ارضي وتسع ادوار تقريبا، او ارضي ثمان ادوار. نعم. ميزه المشروع اقرب مشروع للبرج. نعم. تمام. الميزه الثانيه هذا فندق فيدا. نعم. والميزه الثالثه شاطئ خاص للمشروع هذا، بس هذا شاطئ خاص، هذا المشروع الوحيد في منطقة الخور اللي له شاطئ خاص. هذا اللي ميزه دون عن المشاريع اللي من قبل. نعم.
والاسعار طال عمرك تبدا من 850 لين 950 الف للغرفه والصاله، والغرفتين وصاله من 1,200,000 وطالع. الاستلام شهر 4 الاستلام شهر 4 2022. واللي يميز المشروع هذا بعد طريقه الدفع. تدفع من الحين للاستلام 50% طبعا دفعات ميسره، نعم، و 50% على سنتين ونص من عقب الاستلام. الميسره شو هي؟ الدفعه الاولى مع رسوم التسجيل تقريبا 80,000، نعم، وعندك دفعه بعد شهر حوالي 47,000، نعم، وعقبها كل 5 شهور 47. ال 47 هذه اللي تقسمها على 5 شهور يعني شهريا قسطك الشهري 8500 ل 9500. في حال انا مش موجودة يوم شهرين ثلاثه ما عندي 8500 هاي، تدفعها كل 5 شهور اقدر؟ هي كل 5 شهور. واذا تاخر القسط ما بيستوي عليها ارباح ولا راي ولا شيء؟ لا لا بدون ارباح، ماشي ارباح أكيد. اكيد يعني أكيد. مثلا خطفان شهرين على تلا على بعض، هي. ما عندي انا المبلغ اليوم، حدث عندي ظرف ما ينتقصني المبلغ، شو الحل؟ الحل طبعا انت عندك فتره سماح تقريبا شهر تتاخر، نعم، عقبها في غرامه تقريبا 1% واحد بحب من قيمه القسط من قيمة القسط اللي هي يعني على 8500؟ لا تقريبا 450,000 450 درهم 400. الغرامة بهانس بهانس ولا يودن ولا يجب، ما يسوى أن تلجيمة قهوة. أبو خالد الحين الوحدات المتوفرة غرفتين وصالة، غرفة وصالة وغرفتين وصالة وثلاث غرف. أيوة هذا بغيت أوصل له، يعني شيء ثلاث غرف شيء. هل إنها مطلات على شو؟ إطلالات كلها عادية على الحديقة مثل ما تشوف، نعم، بس اطلالات عاديه ماشي، اطلالات البرج اللي قدامك ابراج، نعم، يطلن على الحديقه هاي اللي قدامك هذه، ما شيء مشاهدينها، ما شيء بحر؟ لا لا ما شيء بحر. اللي هني طرحوا طبعا هالمبنى قبل تقريبا 3 اسابيع اعمار، نعم، وتم بيعها بالكامل. اي تحيدون يوم قلنا لكم اللي سبق اكل النبى، قلنا لكم الحين بهاي اللي قدام كلها البتاعن، والحين هاي ابوي ما يلحق بعبي يبتاع، لان دقه رزق المبالغ ضئيله، السعر وايد رخيص 1,200,000 كانك ما انت لو تصير تقيض تيلة شهرين في فندق من فنادق دبي شهرين على تلا بتدفع لك نص مليون، ما بارك 4 شهور قيمه العقار. ابو خالد الحين المبنى هذا شو موجود، وين موجود هذا مكانه، كم يبعد عن الخور؟ المبنى طبعا مثل ما تشوف المشروع على الخور، مطلع على الخور والشاطئ، نعم، خاص مثل ما قلنا. انزين يبعد عن البرج اقل من 500 متر، اقل من نص كيلو. ها جيل يعني صار لمشي مشي 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 على طول. انزين مشي للبرج. انزين اي نعم. ومثل ما قلنا استلام المشروع يعني تستلم شقتك في شهر 4 2022. الحين شو مكان البنايه؟ ارض خاليه؟ ارض خاليه نعم. الحين كم اللي بتاع منها المشروع؟ شوف المشروع هذا، نعم، ثلاث ابراج، نعم، بتاع منها تقريبا 40%، نعم، الباقيات 60% من الثلاث الابراج. من ثلاث ابراج، برج برجين ثلاث. زين الثلاث الابراج الحين كلهم معروضات ولا بس هذا البرج واحد؟ كلهم معروضات الثلاثه. ايوه انا اتحرى برج واحد هالطرفاني. برج برجين ثلاث، الثلاثه هاي. نعم. ايوه بارك الله فيك. طريقه السداد والاسعار كيف؟ منو بيخبرنا بها؟ الحين بخبرك عنها ان شاء الله. زين دين جماعه ابو خالد تخبرون، انتم ترون ابراج بنايات، نحن ها نحن ما نشوف هالموضوع في وين؟ منطقة الخور. انزين هذا الفستيفال سيتي، نعم معروف، تمام، وند الحمر بهذا الاتجاه. انزين فانت في نص دبي، المشروع يبعد عن مطار دبي الحالي، نعم، تقريبا 10 دقائق، وعن برج خليفة 7 دقائق، وعن الفستيفال 7 دقائق، فانت في نص دبي. وهذه على فكرة انت لازم تفهم الجماعة ان هاي اخر مكان موجود داخل دبي، الاماكن اللي غير الأماكن اللي الحين المتوفر هذا هو اللي داخل دبي. أي مشروع من بعد ما يخلصن هالبنايات هاي ماشي كله بر في برور وفي صباخ، لا تقولون ما حد قال لكم، اللي موجود حاليا هذا. هذا يوم يضرك عين المو عين المو عين الماء، هذه عين الماء من عقب ما يبتاع، هذا اللي في عين الماء شيء في الصباخ وفي النقيان وفي البراحاري القفار اللي خلاف ما بتعدي قفار، أكيد كل شيء في دبي قد يجنه في خلال أسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين، لكن حاليا هذا المتوفر وهذه عين الماء، هذه عين الماء، هذه عين الماء. تحيدون هاك الأيام يوم ابتدوا يبيعون دور مدار برج خليفة، قال منو بياخذ ومنو الحين سر دور لك أبوي مقزبره ما تلقطه كله طاع. وهذا حين نفس الشيء ثلثين أبوي هالدنيا اللي تشوفها كلها طارت، الحين تم الحين شيء بسيط على ما قالوا هل البحرين حديد سهل، شيء بسيط.
طريقة الدفع أبو خالد؟ شوف طال عمرك طريقة الدفع هي الغرفة والصالة 850,000. نعم. عند توقيع العقد 79,000 تدفع. زين. بعد شهر 42. عقبها كل 5 شهور تدفع 42. آخر قسط عندك في الشهر 4/2024. هي. والاستلام متى؟ شهر 4/2022. زين. ال 42 هذا اللي تشوفهم كل 5 شهور لو تقسمهم على كل شهر يطلع قسطك الشهري 8500 درهم. زين. وانت بإمكان الجميع يعني. بإمكان الجميع. وانت نعم. قاعد تاخذ اليوم في نص دبي وعند أطول برج في العالم وعند أكبر مول في العالم ومن عند عمار. عمار هذا ها وينه؟ من عند عمار مشاريع عمار كلهن أبوي عليهن جارانتي من الحكومة. الحكومة أبوي متسند على يبل ما يهزك ريح. فلذلك أي حد بياخذ أي تنصح اللي بياخذون في اي مشاريع من عند ال المشاريع عمار المشاريع عمار عمار ما عليها خوف مثل ما قلت جارنتي جارنتي. نعم. الجارنتي شو يسمونهم؟ ضمان. ضمان الضمان. نعم. وين يكون؟ في حساب الضمان. ايوه وين؟ نعم. موجود في هدات الاراضي والاملاك. اي يعني بوي في اياد امنه ما يقول لك لقطوا بيزات بس بيزات مطاروبهن شرات البلاد اللي من غير له. ابوي بلادنا كل شيء ابوي موثوق منه وكل شيء ميود وكل شيء محفوظ وحلالكم في ايدن امينه. صدقت. قبل كم كنا تقريبا اسبوعين. قبل اسبوعين هذا موضوع مشروع بلس اللي صرت عنده انا شو اسم المكان اللي هناك مكتب مبيعات عمار. مكتب مبيعات عمار اللي في الخور حسب مشروع بلس هذا قبل كم اسبوعين. قبل اسبوعين هذا وقف على فكره هذا وقف عن بكرة أبي ما في ولا مطرجل كل عبر الحين عندكم هذا تقولوا ما حد قالكم وبعد أسبوعين لو 5 أيام لو 3 أيام بعد بيوجه وعقب أبوي ما شيء كلنا أبوي يجلس مشاهد ربيعه يطالع بيزاته في البنك وبس ويحسبهن صبح ومساء ما شيء أبوي تشتري اليوم حتى تروم تبيع حتى عقب 3 أسابيع أنت والخير باعة وليد هذاك منه هذاك محمد منو من مكتب عمار والله اي نعم قرب الله مكتب عمار كل فنانين يبو قرب منو يصاب عليه باين مرحبا يا اخواني ويا اخواتي تشرفت بهذا الحبيب الغالي انا اللي بتشرف فيك الشرف لي طال عمرك الحقيقه احنا ملهمنا بالشرات العقاريه احنا نحب بنا ثقه ولا لقينا احد بمول يقول الشقه ذي والشقه ذي وما ادري ويش نجي على وجيهنا فهالرجال هذا كان مناص لنا ومناص اللي يجون يشتروننا بالسوشيال ميديا لانه تبراب ودنا نقول روح لابو خالد واللي يقول ابنه عليه فلاتك العافيه الله يعافيك يا طويل العمر والله تشرفت فيك وتشرفنا بالحبيب هلا والله يا اخوي عبد الله انا صراحه جلسه يعني مثمره جدا 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 عن العقار في دبي خصوصا انا يعني مهتم بهالامور فاشكر صراحه ان شاء الله ننقذ ناس ان شاء الله وقعوا بفخ الله يقدرنا ان شاء الله او انه قد كانوا بيقعوا ان شاء الله ان شاء الله شرفتونا ونورتونا الله يرفع قدرك الخبير العقاري وليد الزرعوني مستعد للجواب عن اي استفسار يخص اي عقار في دبي داخل المدينة أو خارجها كل علوم عنده تفضل سوي اللي عنده سؤال أو استفسار بخصوص أي مشروع عقاري في دبي يقدر يزورنا في المعرض واستشارات مجانية مو بشرط يشتري أبو محمد نعم تعال واسأل واستفسر واستشير وأنا حاضر تحت أمرك هل في إيميل في أرقام تواصل بنحط أرقام تواصل نعم حتى المشاريع حتى اللي أنتم ما يخصكم فيها أي شيء يخص مشاريع العقارية في دبي أي مشروع أي مشروع إن كان بر ولا بحر بر ولا بحر يعني ما يخص انه يكون تحت اداركم انت او تحت اي سؤال عقاري جزاك الله خير ويجزاك طال عمرك اول بادي في اي صف انا صف سابع صف سابع نسيت عاد تخبرني شو اسمك اللي في صف السابع قبل يقول انا اسمي فلان أنا اسمي خالد وليد زرعون والله والنعم والنعم خلادي أي صف حينه؟ صف سابع السابع شو ناوي تستوي؟
شو طموحك؟ شو ناوي تغدي يوم بتكبر؟ دكتور، مهندس، شو؟ مستثمر عقار مثل أبوي. بعد ما أقول عنك شيء. أوكي حبيبي، شو تبي تغدي شارات أبوك؟ لا تودر الصلاة إن شاء الله. من يقول الله أكبر سيدة تصلي، لا تتريى بعد نص ساعة ولا بعد ساعة ولا بسوي الشيء الفلاني. من يدن سيدة صرصر وبتشوف رب العالمين بيوفقك في كل شيء. زين يلا مع السلامة حبيبي. المهم جيت هالبنيات، واحدة اثنتين ثلاث أربع بناتنا الله يحفظها. هاي هاي ما زين له شنطة خب الله صدقية لو كذيبوا كذيبوا ولا صدقية؟ أصلية أنا أصلية أصلية ما عليك. أنا أبو عنتي كمبنية كان هاي شنطة. الله يحفظك إن شاء الله. تحراكن صغار يا صصار لحد يربس منكن والله يبغى كون يتحراهن صغار. الله تحرم قم بنات 17 و16 و15. كان أبوي حريم يايس كم مسخوطات ما يبين عليهم. يلا مالا اللي يقول ليها والله وايد انت تسير حين معارض وتسير ما ادري شو مهرجانات وتسير ما ادري شو. بسير ليش ما اسير؟ واذا دعيتم فاستجيبوا. انا أبوي ما بساير حاضر مادة زار ولا ساير حاضر ضيف على نوبي ولا صار مكان مبزين. إيفنتات كان معرض أو مستشفي أو معرض عقاري، مهرجان، فندق، مطعم، هاي أشياء الناس تحتاج لها. ولو ما يحيدون إنه حسابي ويدروب إني ما يوزل إلا الزين ما قالوا لي تعال. تيني دعوات لك دعوة لك دعوة. هل اني بسير لهن كلهن؟ انا من لك ابوي احطهن ابوي في منخل وهيلا بيس هيلا بيس هيلا بيس هيلا بيس منخل. يلا نصفي اصفي على القلة والشي البسيط واعد 10 مليماميل. يلا تصفالك على يمال. انا ابوي اتنقل يمال الفنان واتنقل شي الزين واصوره لكم. اتنقل شي اللي يوز لي هنا واسير له ان كان مطعم ان كان ابوي معرض ان كان مستشفي. الزين بقول عن الزين، واللي ما بزين ما بعذر بسامان العرب غير ما بسير ما اقبل هالدعوه. ارد عليهم السلام مرحبا وسهلا لو بيعطيني بوي وزني لكتومان ما بسير ما اريد ما يوز لي. اللي ما يوز ترى ما يوز، اللي ما يصلح ما يصلح، اللي مخالف تراهم خالف يسمونهم خالف. ياي طريق غلط ساير رونسيد ما يوزلي اسير مكان مشيت رونسيد ما بسير ابوي. تهولت انا امس يوم صرت الشارجة، انا الشارجة عدي بهم سنين والله يا ابوك ياني تهولت من الاشياء اللي شفتها خاصة الواجهة البحرية ومهرجان الاضواء. هذا كان في الشارجة شيء جميل ومن كم من سنة من كم من سنة يعني ما دريت به اسمع به يقول شوف العين ما شفت. والاف مؤلف من اللي انا اعرفهم والله اني ابوك ما يعرفون اي شيء عن مهرجان الاضواء. قميضه انها سنين خطفت ان نحماس الناله والله يا ابوك مني فرحت وانبسطت. وشيء سر الناظر ويفرح الخاطر ويشرح القلب. الشارجة غدت شيء سبحانك يا رب يثلج الصدر. الشارجة تراها الشارجة غير عن كل بقعة، الشارجة فنانة والشارجة بلاد خفيفة حلها خفاف على القلب سلسين فنانين. شكرا جزيلا شكرا جزيلا للجماعة اللي طرشوا لي الدعوة ويتم والله يا ابوكم يني فرحت فرحت اول بادي بالدعوة والداعي وفرحت بالسير هناك شفت والحرم الجامعي منطقة الجامعات هاي والله يا ابوك تحرى عمرك ما في الشرق الاوسط يعني مكان غريب عجيب. يا رب خطفت علي سياره خطر عليك يضرب بصوير جابوك من شوفه من زينها المراد. فاقولكم الشارجه عجوبه من عجائب الدنيا السبع. قالوا والله زحمه اكيد زحمه. شو المشكله يعني انها زحمه؟ بلاد ما فيها زحمه اكيد ابوي خراب.
بقعتم ما فيها ساير وياي، ما فيها زحمة، والبلاد دام فيها زحمة عرف انها بلد ناجحة ومكان زين ويستاهل عنوة، عسبتي الناس تسير له، والمكان اللي الناس تسير له لازم بيكون فيه زحمة. فلذلك الشارجة سبحانك يا رب شوارعها مسكرة بفلين عينها، العرب كلها تنشل كلها تبى الشارجة. ليش؟ ما بخالية على عروشها، شوارعها خالي ما فيها سيائر. هاي ابوي اكيد ما تتشاهد، بلد اشباح. اذا ما شيء فيها دوس، هاي بلد اشباح فيها خلل. فلذلك الناس تسير المكان اللي فيه اوادم، لذلك تلقط زحمه. اللي يميز الشارجه زحمتها، وليش عليها زحمه؟ كل شيء زين فيها، سكنها موافج، فنادقها فنانه، منتجعات خضره، واجهات بحريه، عمران، ادب، اخلاق، عاصمه الثقافه، عاصمه الثقافه بكبرها هي الشارجه. كيف يعني ما تبلد يستوي عليها دوس والعالم تيها؟ ايونها ابوي من اخر الدنيا يا اخي، انتم ما تدرون. طبيعي وصلت البيت زين، لازم عاد اخبركم شربتي شو، اللي هي الكراعين. اظهروا لي ابوي شوي من مروق الكراعين وسووا ابوي عليه فقع، لكن ما ظني فقع، زبيدي. زبيدي جاينا من عند جماعه، وحطوا ابوي عليه هذا شوربه الكراعين، سووا لها ابوي على زبيدي. وهذا سوتيه اللي هو الكوسه، شي مهنهن فلفل حمر وثوم وكزبر. وهذا ابوي شوربتي، هاي شوربتي خبرتكم عنها طول ما قلت لكم. واما عن غداي، فغداي اليوم عاده يوجه في الماشي كراعين عيل اللي جاينا من عند الصليطي. كراعين العيل اللي احنا طفناها من كم من يوم، كراعين وكرشه وراس. غداي اليوم عبارة عن كراعين وكرشة ورأس، كل مقطع معدل منظف مزين، وخدمتنا محمد حق غداي روحي، حتى الخبير ما بعطيه. يا مرحبا بدوارك، يا مرحبا بدوارك، يا مرحبا يا مرحبا. How are you حبيبي؟ I'm fine sir. Fine. يلا sit down. We will talk. But you now you can walk. Yes, I'm but to sit to wake up is a problem. Why? You can't sit. I can sit but wake up مشكلة. No, don't wake up. Just sit here, my left hand. This here. Sit here. أولا دواركا مبسوطة ومستانسة أن جتها المشكلة هذه، وهي في دولة الإمارات في عاصمة الخير أبوظبي. إنها جتها شو؟ جتها عمل، جتها دود الزايدة. Now explain what you feel. Yeah, the first thing is to thank Imarat very much and to thank NMC Hospital, because the way I become sick is accidentally. I was not expecting that I can become sick like that. I came from Kenya, I was okay, but when I come, I start to feel bad in stomach on Saturday. After there, I was taken my boss, Baba Karen, said to take to go to the hospital. They take me to the hospital. It was emergency. Then they transfer me to another hospital and see. After that, they make operation. I have appendix. They remove it. And I thank God, because if it's in my country, while I don't know, this is from God. This is Minahala. Because if it's from my country, is to pay a lot of money. Maybe it's 8,000 dirhams. Yeah, but here what they did very nice. They didn't ask me money. My insurance can't stand for everything, and they treat me very nice. I thank God and thank you very much, Imarati. Thank it's you. It's not buddy. Like my country. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Thank you. دواركا تتشكر تقول الحمد لله رب العالمين إن يدها الدود الزايد وهي في بلاد الخير. يدها الدود الزايد وهي في بلاد زايد. فلذلك اللهم لك الحمد تقول تعبلوا من هذا المستشفى وعاملوا it was good room دواركا. Yeah, it was good special one. والله؟ Yes sir. ما شاء الله. Yes. فالحمد لله تقول تعبلوا مني، والحمد لله غديت بخير، سووا لي العملية، لا شيء ولا دفعوها حتى بيزة. الحمد لله رب العالمين، هذه بلادنا نحن، بلاد الخير، هذه بلاد العطاء. ما عندها فرق كانك وافد ولا مقيم ولا زائر، أو أنك
تشتغل في هالبلاد المستشفيات معاملتها لجنس البني آدم واحد بدون النظر إلى لونه وعرقه وديانته ومن وين جاي ومن وين متنتي. لذلك يقال عنها بلد التسامح. هذا هو التسامح ليطرونه، أنك تسيح حالك حال اللوادم اللي عايشين في هالبلاد واللي من أهلها، فتغدي حالك من حالهم، متجانس وياهم، ما بنت أجنبي، لا. You feel here when you come look like you are in your country. الحمد لله they done everything. وكل شيء زين، أمورها طيبة. دواركا سوى لها العملية أول البارحة، والبارحة الحمد لله رخصوها بخير وسهالة. هي وغيرها المعاملة الطيبة تلقطونها في دولة الإمارات، ما في تفرقة. فعلى هالأساس قلنا لكم دارنا دار التسامح، دارنا دار التسامح ودار الخير ودار العطاء ودار الكرم واليود. فضل دولة الإمارات مغطي بروس ليبال، صاك كاخر الدنيا، روس ليبال مغطي. شي يغطي روس ليبال؟ روس ليبال شي يغطيها؟ ما يغطيها إلا فضل الله سبحانه وتعالى. هي نعم، ما يقول لك والله الليل مغطي روس ليبال، فضل الإمارات مغطي روس ليبال، يقول لك الليل مغطي روس ليبال وهن جميم ليبال غطاها روس الظلام. فلذلك خير الإمارات مغطي روس ليبال شرق الأرض ومغربها. هذه الباكر كان على الطريقة المغربية، شفتوها دنقوها كراعينها، ما يخلوهم بكبارها، لا يرضرضونها ويكسرونها. بل اللي تخنه يلا يلا. هاي الكرشة قاعد يبدأ صحو شامي، قاعد يصحو شامي الكرشة. عم سوين الكرشة والكراعين والحمت الراس كله على طريقة هل المغرب اليوم. كل مرض رضا معدل، ها ما زين إلا هالكريع صغيروني. يلا عم تبي يبرد هذا أحسن شيء، هذا المخ هذا اللي داخل. يا سلام سلام، طالع نضوي طالع نضوي شوف نضوي، ها نزيد هكريعينات، هم ما بكريعينات كراعين، كان هن حالة ذهيهن، أنا أحبهن هنمونة. بس علي ظنك أيوة هذا اللي فيه الدواء. هنا يوم بيتيني طرف من الكرشة ولاحجنها شوية حريج عن ترى الطاجين اللي تحت هذا، ترى يوم يتحرق تبطي عليه الضوء يلحقها شوية حريج ويجي فيه شوية حراق. يلا 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 عد هاي روحها تطول العمر، هاي روحها. ناهيك عن هاي غضروفة، هاي تشوفونها هاي في الكراع التي شرات شرات البلاستيكة هاي، لكن عاد ما خليت ما بنضوي وايد تهتي تغلي شرات الماء، لا هذه روحها. شو طالع ها هاي عاد انت والخير رباع، هذه هذه هي اللي وصى عليها الدكتور. هذه هل تشوفونه؟ اوه هو هو هو. هذا هو الدواء، هذا هو الدواء. ابدا تنطح الادرات، تنطح الادرات اللي كلت هذا تنطح لدار. ما بيعيب كل شياته ولا تسوي لك انا ماني. ها ها لا تتعايد، ها لا تخلي من ادنات الدود. شو يا ابوكم؟ وهل قلت لكم عن القضاريف هاي؟ ها بالغضاريف هاي اللباب اللي فوق اللي فوق الكراع هاي اللي شرات الملزجه هذه. اوف من اللي تم سيده ان بقيت تلوت شزي، ما بقيت ولا سيده روح الدل دربها. شيء لا صار ورثته، اللهم لك الحمد. لا حد يعق من العيل شيء من الحين وسادة. تقول ما قلت لكم هذا اللي يعقونهن عدم العرب، هذا ابو هيدي فيهم طولة العمر. ها هذا الكراع. اوه ها. شو هذا هو كدروا اللي فيه اللي فيه دواء، شفتوه؟ هذا هو اللي يطول العمر، هذا الدس عن اغلى اللوادم هذا اللي تشوفونه. اللهم ادمها نعم احفظها من الزوال يا رب العالمين.
وللكراعين لازم ابويها. الكراعي اللي بياكل كراعي لازم بيمصمص. الكراعي ايش قالت انك ترى عظام عظام، وهي ما يسمونها اللي بالمطاميط مالات اللي فوق معالي العظام الغضاريف، ها لازم يبات مصميص. هي نعم، والكرشه والمصران والحمت الفج. انا الثور العيل، العيل ما خلي منه شيء ما اكله، فقط العيون. العيون هي اللي ما دانيها، ولا حد من العرب الله يدانيها. حد من العرب ياكلونها عين الثور وعين العيل وعين البقره، غير انا ما دانيها. انا احب عين السجل. عين السجل يا سلام سلم، يا ما اعطي فيها لا حق ولا باطل. عين السجل لا اعطي فيها لا حق ولا باطل، ولا خاوي ولا رابع، واعطي فيها لا صديج ولا صاحب لو يظهر منوه ما طعم طش من العين. لي والله انت ما شفت خير هالنمونه. هي نعم مطاميط هالكراعين مال الكراعين والظروف، لا والله اللد لي في الدنيا كله فيهم. هي اللد لي في الدنيا كلها فيهم كراعين. بعد اذا ما تمصمصن وما تاكل الظلف هذا شو الفائده؟ شو فائده الكراع؟ لكن ضروري يكون مخدوم منظف معدل قبل الحشر بعشر 90% من الطريقه كلها تنظيف. مساكم خير ونور وسرور. اول بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثاني مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير من اصحى الجو الفنان. شوف الله عليكم يا ربي، شو غادي الجو، شو غادي، ها شو تسوي؟ هذا مال الناس. هي زين، بارك الله فيك. زين بارك الله فيك. شوف اللي يشتغل من الخاطر يعزل ابوي، كان شيء سيم ولا شيء برقي ولا شيء واير ولا شيء. هاي لا الاسيام حطها تحت الزرع ما في مشكله. سيم خلي سيم، هي هي سيم خلي، لا حجر عقه. سيم سيم هذا زين، هي 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 زين، هي هي هذا في بلاستيك ما في زين. سيم بدون بلاستيك نمبر 1، هي هي تحت الزراعه. هذا الله يسلمكم يظهر مادة الحجارة المزارع الكبيرة، يعني شو يسوون أي حديد، نشارة حديد ولا شياته ينثرونه تحت الزراعة. وايد زين، زين بطريقة ما تتخيلونها. يظهر مادة الحديد تفيد الزراعة، الحديد وايد زين للزراعة. ها وين حديد؟ أول عندك بودر، أنا راويك خلي داخل ماي. هي نحاس، حب نحاس، حديد حديد. تجيب هذا؟ هي هي جيب واحد. توني يا توني، توني يا توني، يا ليلك يا توني، سامحني يا توني، سامحني يا توني. عنبرو يا عنبرو يا عنبرو. خيبة. هي اصبر نصوت توني وعنبرو، توني وعنبرو، توني توني يا توني، توني يا توني. تعال ياي تعال، عنبرو يا عنبرو، سرق ربي واضربه. ها شوف هالي هالي خبركم عنه، شيلات الحديد، شيلات الحديد. هذا شيء وايد ضروري. هذا مثلا كيلو يخلط في الدرام 200 لتر، 200 لتر، وبالدي بالدي، البالدي هذا اللي فيه يمكن 10 لتر، تسجي دور مدار مدار شيرتين. البالدي تقطر به هناك دور من بعيد بعيد عن اليدع. هذا يتم يشتغل مدة شهرين. وايد زين ضروري هذا، شتلات الحديد، شلات الحديد يسمونه حديد. هذا وايد زين، وايد زين، من أحسن ما يكون ضروري. وما برخيص ولا الكيلو هذا، ظني ب 120 ما أدري ب 190 كأنه نسيت والله. أنا أخذ بالستة ولا الثمانية وأخليهن كل شهر نستعمل اثنين، او كل شهرين نستعمل اثنين، كل شهرين كل 3 شهور تستعمل مره. وايد زين، يعدي يعطي لون خضري جيد، وطلعوا شتلات شتله. ها يبي يبي بنقرا لهم فوايد، وايد فوايد كم بقرا لكم. المهم ان هذا هو اللي خبركم، اللي خبرتكم عنه، شلات الحديد يسمونه هذا. ها اللي بيسوي كابتشر يسوي كابتشر الحين. ها وهالطريقه استعماله خيبه. لي بيست يعرف ايش قايل، للمحصول نوع المعامل الجرعه الموصى بها، هذا بالانجليزي عادها.
أول بادي هالنمونة، ثانيا هالنمونة، وثالثا هالنمونة للي بيسوي كابتشر. تقولوا ما قلت لكم هذا شيء وايد ضروري. كم تعطي؟ أربعة أعطي تنين بي. أحب أجي كم كرتون من هذا؟ هذا تنين بي بعد. زين، كل 45 يوم واحد مرة كل الزراعة حق البيت. شكرا. يعني كل شهر ونص كل شهرين تعطي الزراعة ودي وحدة منه، يعطي لون خضري وفوائد وايد. ادخل انترنت واقرأ فوائد شلات الحديد، شوف فوائد شلات الحديد للزراعة. وايد ضروري، شيء أشياء ضرورية، أشياء ضرورية ضرورية زيادة على اللزوم للزراعة. هي هذا يغذي التربة، يغذي التربة وايد ضروري تغذية التربة، لأن أرضنا صبخة صبخة. وين بتيها؟ وين بيها زين فقيرة؟ وين بيها زين؟ صباخ تحت، لا حول ولا قوة. ما نبغى شيء والدار شيء. اللي صورت لكم إياه هذا كتويت الكابتشر من النت مثل القطون. هذا ليمون، اسم ليمون الكافيار. من تفتحون اللومية ذردر اللومي شرات الكافيار، هاي شيرته، شيرة ليمون الكافيار موجود ومنتج ينتج في دولة الإمارات، مزروع أكثر من 7 أو 8 سنين عند الناس كلها تنتج ينتج. يعني أزار عندنا حين أظني من سنتين يا بلياه محمد البيرق الله يحفظه، حين الوحدة أظني السنة بيتمرن، هاي أتوقع وقت تمرهن الحين، يمكن الحين هذا وقت تمرهن، لكن لين الحين إحنا ما زهر عندي، العلم عند الله، بتخبره أنا إذا طلع. هذا وقت تزهير، أظني كان قال لي هذا وقت تزهير الحين، لأن وقت تزهير اللومي والحمضيات هذا وقت تزهير. وحين ما شاء الله أشوفها يغلب ورق، ورقته زعترية هالكبيرة غير عن اللومي، ويستوي اللومية طول 4 رايبات شوية أمتن عن الصبع، يجي 7 ألوان 7 ألوان. لكن أنا اللون اللي عندي الأخضر فقط، اللون الأخضر اللي كان داخله يرد بالصفرة ويتذرذر شرات التراب، يعني ما في شرات اللومي الماي، لا ينذرذر شرات. شفتي يوم تذر الزعتر هالنمونة، ولذيذ موجود السوبر ماركت. لكن زين يوم يستوي إنتاجه في بيتك، يعني شو ما شاء الله اللومي مكون في كل مكان، لكن هذا لومي يعني فصيلة ما نعرفها نحن، ودخيل علينا على 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 بلادنا يعني. فشيء جميل انك تزرع شيء مش موجود عندك من قبل وينتج يعني، ولله الحمد. اروح انعمي بالحمد وشكر، اللهم لك الحمد. مثل ما الوتر ابل، منو قال ان الوتر ابل بينتج في الامارات؟ شو ما شاء الله الثمر اكثر عن الورق تبارك الرحمن، شو كم مزهر تبارك الرحمن. هاكل الوتر ابل، واتر أبل مكود بعد وينتج ومستمر وناجح، إنتاج ناجح وشكريج. شي لونين، اللون الأخضر يرد بالصفرة واللون الحمر، هذا لون النوع، هذا اللي عندي أنا النوع الأحمر. شت صورت لكم يا العام أظني. شي جميل إنك تهتم في الزراعة وتحب الزراعة، ويستوي إنتاج زين يعني إنتاج جيد. بلادنا طيبة وأرضها طيبة وكل شيء يظهر عندنا، يبى شوية عناية كل شيء يظهر، ما شيء هو ما يظهر. تستصلح الأرض وتعدلها وتزينها، تعطيها مغذيات، ورب العالمين بيطرح لك البركة. ما شيء شرات الإنسان اللي يجتهد في حلاله، والزراعة شرات العيال، إن داريته وربيته التربية الصالحة رب العالمين بيطرح لك فيهم البركة العيال. هنمون الزراعة نفس الشيء ترى بيدن، لا تقولوا ما قلنا لكم. يلا غايته هذا الكلام يا ايات، هاي لك البوادي شوف كم اكثرهم، كلهم مالح هاي لك هناك سطره، ويا يبوي هذا السحه مراضين، ويا يبوي هالصندوق اللي شيء فيه يعرف وشيء ما يعرف، مرتب من دار الحي من دبي، فيه شيء يعرف مثل ما قلت لكم شيء ما يعرف، شيء طول ظاهر من غزر مال. هاي يوم يقول لك ظاهر شيء من غزر مال، ها شل الكرت اللي داخل هناك دسه، ايوه ها ما شاء الله خيب ما شاء الله. المهم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم، ومشكورين على هالشيء الفنان المميز.
اللي ما يجي لمن عند ناس مميزين. شكرا جزيلا. قال تقول تبى كلمة حق سنابها، ما يندى سنابك ابوي زينين ما بزينين شريين زينين. انا طيبه وحلوه يعني مستحيل اني عندي حلوين وطيبين صدق. استغفر الله كلمه ابراهيم لا حسها والله انك غاويه وصيد القوه بعد صدق. يعني الله يحفظك. نعم ان شاء الله مصدقه يا كذب. والله انا اعرف عمري يعني فاتك يا مشي مالك. بسم الله عليك كل زين وكل فنان. يعطيك الصحة تحياتي لك وسلمي على اهلك مايا نورت الشارجه. الله يسلمك ولا يخلينا فرحنا بيي. نحن انا كثر ريتك عادي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انزين خلينا نشوفك ان شاء الله فعاليات مهرجانات وبعد كذا زين بنعزمك على دبايح على عيش ولحم. والله انا عيزتك ما عايزين مره امس بس عليك انت غالبني تشرط يا بوش انت غالب تلحق رقم واحد بس عليك ما شاء الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. سلمي ماي على هلك. شلات الحديد اللي تمني صورت لكم اياه القوطي اللي قبل شوي العلبة هذه بالامكان الواحد يستعملها رش، بالامكان الواحد يستعملها كتذويب في 200 لتر ماء وتسجيب، وبالامكان الذر الذرة في التربة على حسب الطريقة اللي انت يا الشخص تحبها، وبالاخص حق ورد الروز. الورد الحين المحمدي يغني يا ليل عليه، لو تعطيك العشرة أيام كل الشيرة تقريبا شفت خاشوقة الشاي ربعها لكل شيرة ربع خاشوقة شاي كل عشرة أيام. يا سلام تغني يا ليل. واحد من الشباب اسمه صلاح بن أحمد بن عبد الله الخالدي توه جاينا الحين من يوهو يتترع باع وباع وباع وباع. منو اللي توه مترع التريع العوده؟ نفرات الثاني. نفرات الثاني وين وما اشوف حد عدالك؟ اعرف هالكلام. انت والله غير نمونه يا صلاح. مشكل انت؟ متى سفرك؟ ما انت مينون انت؟ لا انا عاجل انا ما بمينون. انت ما انت؟ انت بتصير له بساير؟ انت ما انت لا شهر كم بتصير؟ سبعة لا أربعة. ايه شهر أربعة. زين بنحاول قبل بنطالع نسوي ويزه من تذهب ويزك بنسير سير. زين انت بسير فل فرح بس. انت متى بثي؟ صبح تركت ما يلس عندي اليوم وايد ما ما يلس ربع ساعه سير سير. انت جاي اليوم متاخر بدي شويه على ويزه بس. زين ماشي مشكله ما بيقول على العاص على العاص. انزين ماشي مشكله عشان بثي صبح. انزين الله يحفظك. يلا مع السلامة رائد لحي شو اسمك؟ أكيد في الجيم كباتر بمستطربين هذا كتوى يرتي بكبرة وهذا وحي وهذا بعد يرتي لين حين يرتيون الطرب اللي في الدنيا كله فيهم الكباتر. هوا 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 يوس 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 خليلهم المراد أكيد في الجيم. يلا نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الليمون كافيار الاسم العلمي ماله أسترالاسيكا، طبعا هو من استراليا. هذا يستخدم في السلطات، العصير او الحبوب اللي داخل ماله تستخدم في السلطات وتستخدم في بعض المأكولات يعني. وحتى الورق مال الشيرة نفسه بعد تستخدم في الطبخ نفس المورينجا والكالبتا، فالاستراليين يستخدمونه في الطبخ وفي السلطات. طبعا هذا انتاج هذه السنة عندي، يعني هاي بداية التبشير. قطعت كم واحدة من الشيرة بنقصها ومراويكم ان شاء الله. هذه عقب ما قصيته شوفوا كيف داخل. شوف سبحان الله نفس البيض نفس الكافيار بيض السمك يعني.
هذا شيء جميل، طعم مختلف يعني عن باقي اللومي، لكن غاوي يعني في السلطات وفي الطبخ، وهذا كتجربة يعني في البيت هني جربنا، جربوا الأهل يعني، وشيء روعة. يعطيكم العافية. تحرر في رقاع ما في رقاع، ما الصبح عندي بوي الخبير ورمى سنالين هذا وسار حين عني، ذكرت مسجاتي إني مسجاتي آياتني من رحيمة قبل أسبوع، مقام من مدة طويلة، كل مرة أقول في خاطري برمسكم عن قصة المسجات، برمسكم عن قصة المسجات، وكل يوم أقول بكرة ورا بكرة بكرة، وشي خصة محين الجماعة أخبرهم عن سالفة المسجات رحيمة هالتيني. عقب أبوي يوم عدى أمسات قررت أني أخبركم يوم أنا جاي من الشويهات، وخلاف بالله ما أدري شوية بعد يني تليفونات وشغلني وما رمت أخبركم عن القصة، واليوم عاد قد في خاطري لا بد ولا أدر أني لازم أخبركم شو سالفة رحيمة وقصة رحيمة وشي هي رحيمة. أغلب الناس أو الدول العربية، الناس في الدول العربية مثل الأردن وسوريا ومصر ولبنان وحتى الأجانب يقولون في خطرهم شو سبب الترابط الأسري، ليش الترابط الأسري هذا بين الخليجيين، شو السبب يعني مش موجود في أي دولة ثانية، ليش الخليج في ترابط أسري بعض ما بعض، شو السبب هالترابط أو شو اللي خلى يستوي الترابط هذا بهالقوة، شو اللي كون نسيج الترابط هذا وكيف ابتدأ. الحين بخبركم، فأكيد شيء مسببات للترابط الأسري هذا، مسببات الترابط الأسري هذا متى؟ هذا ما بالحين، هذا قبل ما يستوي النفط وقبل ما يجي الخير وقبل ما يجي البترول، قبل ما تستوي الحدود بين البلادين هاي، كانت الأراضي مفتوحة على بعض، وراعي المشرق يصير المغرب وراعي المغرب يصير المشرق، وكانت بلدان مفتوحة على بعض ما في شيء حدود بينهن، هذا أول سبب. فأغلب الناس كانت تبحث عن مصدر الرزق، مصدر العيش، كيف الناس تقدر تأمن رزقها وتعيش تجيب الخير والمكدس، كيف تكد على عيالها، كيف يرمون يجمعون بيزات أو يبادلون تجارات علشان اللي عنده الطحين ياخذ من اللي عنده سح، واللي عنده صخام ياخذ من اللي عنده سمك، بهالطريقة يعني يسوي تبادل سلع. كيف هذا الشيء؟ ابتدأ الموضوع من التجارة اللي هي راعي البحر يصير البر، وراعي البر يجد البحر، وراعي السهل يصير جد اليبل، وراعي اليبل يصير بهالطريقة الناس تتعارف وتتناسب وتتصاهر، وأهم ما في الموضوع هو طلب الرزق، طلب الرزق من أهم شيء، طلب الرزق. فمش غلط ولا بعيب، آلاف مؤلفة اللي من شرق ومن غرب تغربوا لجل الشو، لجل العيشة، صاروا يدورون رزقهم ونصيبهم، مثلا اللي من الإمارات حد منهم اشتغل في الكويت، اشتغل في السعودية، اشتغل في البحرين، اللي في البحرين يو اشتغلوا في الإمارات، اللي في الكويت صاروا يعني في ناس موجودين لين اليوم لين بكرة لهجتهم بحريني، بحرينية لهجتهم، وفي ناس من هالخورفكان مثلا ومن هالفجيرة من بوظبي لهجتهم كويتية لأنهم عاشوا مدة طويلة في الكويت، فلهجتهم لين اليوم ولين بكرة لهجة كويتية، وفي الشارج أكثريتهم يعني ما تروم تفرج بينه وبين الكويتي باللهجة ولا حرف. فكان
الشيء الرئيسي انه لقطوا شغله هناك، شيء شغل استوى في البلاد الفلان. مثلا لو في الدمام ارامكو، وايد هالعرب اللي صارت تشتغل في ارامكو الاف مؤلفه، استوت شركه بقى في السعوديه في الدمام، شركه تقشير الربيان. امم صارت هاي الامم اللي صارت، شيء منهم ردوا وشيء منهم لين اليوم لين بكره موجودين من هالامارات وعايشين. وشيء بعد من هالسعوديه يوم من السعوديه واشتغلوا في الامارات وموجودين لين اليوم لين بكره، ربوا ويابوا العيال وخذوا حريم، وشيء منهم من الامارات ساروا السعوديه خذوا حريم السعوديه وعاشوا هناك ويابوا العيال. والشيء متجانس، يعني هم خذوا، يعني استوى مثل التبادل، الرجال من شرق ياخذون بنات الغرب وبنات الغرب ياخذون بنات الشرق، واستوى التبادل بهالطريقه. فاستوى النسب واستوى المصاهره واستوى، وهذا كله مصدر الرئيسي سبب النسب هذا وسبب التداخل الاسري والترابط الاسري، هو مصدر سبب الرئيسي مطلب الرزق، طلب الرزق والمكد، وكيف الناس تبتعيش من وين يظهرون البيزة وكيف يكدون على هاليتهم في الغربة. اللي من شرق ياخذ اي بالغرب ويوم بيجلس وبيعيش في بلادهم وبيكد، ويعني بيعرف ان البيت الفلاني ها عند البنت الفلاني صاروا خطبها وعرس وياب العيال، يا ان استقر هني او شلها وصاروا عندها له والدنيا مطرجه. هذا عرف متعارف عليه، لا يختلف على ذلك اثنان. حتى بالنسبه للامارات، يعني شيء رياي من هلف جيره، اشتغلوا في ابو ظبي خذوا بنات من ابو ظبي في السنين الاوليه هذه، ناهيك عن الحين، من ابو ظبي اشتغلوا في الفجيره خذوا حريم من الفجيره، من راس الخيمه خذوا تديروا، يعني من ابو ظبي خذوا من هالدبي، واستوت المصاهره من الامارات من عمان ومن عمان خذوا من، يعني هذا المطلوب فهمه، ان استوى الدمج والترابط الاسري بين دول الخليج. هذا السبب الرئيسي اللي هو على النقطة اللي أريد أفهمكم إياها، أن السبب الرئيسي طلب الرزق، والإنسان وين ما يصير يدور رزقه الله يكتب له النصيب، يا يأخذ منهم يا يأخذون منه، ولا أن الله يتوفى في بلادهم يدفنون يقولون هذا قبر فلان هناك كان. حتى وقت الغوص شيء بحري من أبو ظبي بالإمارات من 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 رأس الخيمة، مدوا الغوص ويا نواخذ من هالبحرين، مدوا الغوص ويا نواخذ من هالكويت، لين ظهر الخير وظهر البترول عندهم قبل، وساروا اللي من الامارات اشتغلوا في شركات البترول اللي في الكويت واللي في السعوديه واللي في البحرين. هذا شيء يعني مفروغ منه، ولا تخلو اسره من هالكلام اللي انا اقوله ابدا، واللي يقول غير هالكلام هذا ما اتوقع انه انسان واقعي. الواقع يفرض نفسه، وهذا شيء مفروغ منه. فالحين الله يحفظكم بقصلكم قصة المسجات اللي تيني من رحيمة، جميع المسجات يني، شيء منهم حاليا موجودين في الشارجة ويسمعوني الحين، بيتي يسمونه قوم حسن عرب، هاي الطائفة وحدة من عشرات الطوائف، أراسلوني وبين وبينهم حين تواصل شبه دائم. يقولوا لي ابو محمد انتوا الاول حد عندكم في السعوديه في رحيمه؟ قلت والله انا ما اتذكر، انا يعني يوم انا ربيت في الدمام عند حياه عمتي منيره. قالوا لي لا، رد بعك تاكد زين ما زين. تميت اسال سنين هاك اللي طافت، يعني انا عارف غير ما عندي، ما تعمقت في هالتاريخ ولا سالت. انا استويت وربي خلقني من يوم انا ياهل في ابو ظبي انا وربيت وسرت وجيت، ما اعرف شو هو. المهم نحن وحده من الاسر اللي استوى الترابط الاسري بين السعوديه وابو ظبي. بتقولوا لي شو السالفه؟ حياه ابوي الله يغفر له احمد بن عبد الله الخالدي،
من خوالد جزيرة دارين. جزيرة دارين في السعودية في المنطقة الشرقية، تبعد من 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 وسط الدمام يقارب 20 دقيقة أو 25 دقيقة. المراد الأول حياة أبوي ماخذ هنتين بنات عمه، هنتين بنات عمه، وحدة ياب منها أخوي راشد الله يحفظه، ووحدة ياب منها أخوي يوسف الله يغفر له. باثنينات يوسف توفى عام الأول، وياب ما شاء الله يميع العيال. هاي وين موجودين؟ فعنتش وراشد في الحسا، باجي هو وعياله. أمس تلاقيت وياي بعد يوم في عمتي موضي. المراد ما بهذا موضوعنا. ياب ماخذ ثلاث حريم، هنتين بنات عمه، هنتين بنات عمه، سلمة وموزة. خد حرمة ثالثة ما ياب منها عيال من العرب حيلاك، ما الله كتب يكون عنده عيال منها الجماعة اللي منك. من حريمة هاي الهنتين بنات عمه ياب ولد يوسف وياب راشد، هاي الموجودين راشد باجي ويوسف توفى عام الأول مثل ما قلت لكم، وهايك بعد اسمها سلمة اللي من العرب حيلاك، لكن ما الله كتب يبين العيال. المرأة طلقهن بثلاثة وتم يشتغل في أبوام لنجات، يشتغلون بين بوظبي بين حياة أبوي الله يغفر له، كان يشتغل في البواخر تبع أرامكو ويا بوظبي. المهم صار له نصيب وخذ حياة مايا، خذ حياة مايا ما خلاها، شلها أبوي سيدة وداها دارين. دارين هاي جزيرة اسمها جزيرة دارين بلاد بني خالد. هي نشا وعاشة ومدة طويلة هناك. نش عقب حياة أبوي ظهر له بيت يسمونه ما سكن العمال، سكن العمال هاي يشتغلوا في أرامكو. في وين؟ في رحيمة. تحيلوا هذي قني الأول فتى رحيمة دقعود أحيده والله الأول. انزين ظهر له هناك بيت، ونش أبوي شل حياة أبوي ودها هناك، ونحن كلنا ولدنا هناك، كلنا ما عدا أخوي خلف وحياة أخوي عبد الرحمن وصلاح. صلاح طايح في دبي في الشندقة. انزين حياة عبد الرحمن وأخوي خلف ها طايحين هني في أبوظبي، وصلاح مثل ما قلت لكم طايح في دبي. انزين اللي قبل اللي أكبر نحن، أنا حياة أخوي سعود، حياة أخوي محمد، أختي فاطمة وحصة وبدرية وخدية، ها كلهم طايحين في وين؟ في رحيمة. عاد المسجات اللي يتيني أمسات يقولوا لي يا أخي أنت خالدي، ونعرف ريال الأول اسمه أحمد ماخذ حرمة من الإمارات يسمونها عوش القبيسي، هاي الوينهم شي يقربوا لك؟ هالمسجات ها شفتوا التواصل الاجتماعي، شفتوا الترابط كيف استوى وكيف يابت الاخبار للسناب شات اللي تشوفونه. فناس تتابع من دارين، وناس تتابع من رحيم، وناس تتابع من الشارجه، فتشابكت الخطوط ويابوا الاخبار وعن خبروني عن البنت وبنت البنت ان نحن الاول يرانكم، لكن حد منهم باجي وحد منهم توفى. هاي الحين حرمة امس تخبرني تقول لي ابو محمد يدتي تقول لي ان الاول امك عوشة عندها حرمة يسمون حلوم حليمة هي اللي تربي البنيات يعني شيء من هالقبيل يعني. وعقب سبحان الله يوم الله كتب الرزق والنصيب استوى الخير في أبو ظبي، وطلع البترول وطلع النفط وطلع الخير. يا حياة أبوي ويا أمي ديروا وأول بادي دبي جايبين سلندرات، أول من دخل السلندرات دبي، أول من دخلوا السلندرات دبي يابوا من الدمام يابوهن، وتموا فتحوا دكيكين. والأول وين في وين مدرسة الشعب، عالي مدرسة الشعب على جدل البحر، من هناك على الخور
كيكين صغيروني حياة أبوي يجيب سلندرات من أرامكو ويبيعونهن داخل السعودية داخل في دبي وتعاونوا كذا شخص أمسات الجيت بعد في جميرة الجيت جماعة ما رو مطريهم عادة هم خبروني عادة عن قصة الغاز السلندرات من حياة أبوي الأول متشارك وياهم وسووا شركة يوردون سلندرات من أرامكو إلى دبي واستوت شركة كبيرة عقب حياة أبوي باع سهمه الهم وتحول أبو ظبي وربينا نحن في أبو ظبي في مدينة زايد. أتذكر حتى اللي يسوي بيت الأول في مدينة زايد البيوت كلها شعبية بيتنا نحن على طرف ما كان شعبي بناه بناه يسمونه عياز أتذكر إيراني أول بادي نحن حجرتين عليهم ونحن كل متلايمين فيهن ولينو يكبر البيت ويبنون وحد كل يوم بيبنون شيء وعدلون يبنون يعدلون البيوت كلها شعبية إلا بيتنا نحن دور ما دار أحجار ونحن ساكنين في النصيفة ومجرين وعايشين على هالعيشة نحن وغيرنا هبل نحن كل هالبيوت الحين أغلبية اللي تشوفون كل واحد ونحن ونحن أنا وأنا وأنا وخدمي خلينا كلهم بوي مسوين أجار وعايشين بوي ورا الأجار من عقب ما خلق ظهره من دبي. أنا درست مدرسة الشعب في دبي من صف الأول ناجح بصير صف الثاني ناجح من صف الأول بصير مدرسة صف الثاني صرنا مدرسة الكندي وسجلني حياة أبوي في مدرسة الكندي صف أول يوم بداوم في مدرسة الكندي في صف الثاني ولأن نحن متأخر أسبوعين ثلاثة ترب عندهم مدرسة حصة رياضيات والأستاذ أتذكر حتى الأسمه محمود الحايك اسمه محمود الحايك من هالبحرين طويل واحد عملاق من طوله نعم قدام عيني صافنهم ما يندرى بحي والأكيد ما تعلبوه ما يستوي لنا باقي لي اليوم هاك الأيام عمره 40 يكرخهم بالمسطرة مسطرة صفرة وعليها حد مثل الموس يكرخهم على صبوعهم اللي ما ياب المقلمة يوم يا زامي وين المغلمة؟ حين سجيل صف الثاني قلت له أنا ما بمن هذا الصف قلت طلع برا طلعت لقيت صف عدالة فاتحين الباب نشيت ودخلت وكرسي وتفيزر بينهم بين الطلبة ياسين يقيدون لسامي ترى الصف هذاك صف الأول وتوم يسجلون الطلبة المستجدين الأولاد شو اسمك قلت خالد أحمد عبد الله سجلوني صف الأول وتميت يعني درست صف الأول وديتين ودي في مدرسة الشعب في دبي ودي هني والسب شو التكريخ مال كني أشوف فحين المسطرة بيج صفراء وفيها حد مثل الموس من أولها لين آخر ما أدري هاك ليش المسطرة فيها حد مثل الموس سيم على طول المسطرة من أولها لين آخرها ما أدري شو ليش المسطرة هاك الأيام هالنمونة ترى مسطرة ليش السيم هذا أنا ما أدري به نعم وإني كرخهم فقارة على أصبوعهم يباغمون بربهم لي خالجنهم والسبب والله إني درست صف الأول مرت سنتين في سنة في دبي لما حد سألني شو هاللي تدرس وما تدرس المهم عشنا واستوينا وربينا وهذا الترابط الأسري بين دول وهذا نتاج الترابط الأسري بين الإمارات وبين السعودية وبين الكويت وبين البحرين وبين باقي الشعوب فالترابط الأسري موجود بين دول مجلس التعاون من عشرات بل من مئات السنين نحن طائفة واحدة ما بالك باقي الطوائف آلاف مؤلفة يعني في كل مكان وتلقى طوائدات حريم من هالإمارات ماخذين الريال من هالسعودية ومن هالدمام من الرياض من شرق من غرب ورواعي الرياض بعد ما أخذينها هالالعين بعد لين اليوم لين بكرة هالموضوع ما بشيء جديد فالترابط الأسري موجود من هذاك الآن إلى هالآن. أنا ما أدري ليش قلت القصة هاي حطوا لكن ما أدري كيف لكن حسيت إني يعني إن هاي من كثر ما أزمن يني رسائل مسجات على السناب على الواتساب من هالرحيمة
يتخبرون يعني كيف انتوا عيشتكم وكيف انتوا ليش ما رديتوا وليش تميتوا وليش شو وضعكم الحين وشو حالكم. حالنا ابوي بخير وسهال، الخير خيرنا والشر الخيرنا، هبلنا نحن نحن وكل انسان مستوي وشارب من هال من مهدار ورابي في خيرها وفي عزها وكرامتها. الحمد لله ما يشكف من باس اللي أصله من شرق ولا من غرب، مدام عايش في هالبلاد ترى بخير وسهالة وما عليه أي باس أبدا. فلذلك هذا هو سبب الترابط الأسري بين الإمارات بالأخص والسعودية. الحمد لله سبحانه على خير. مدام حرمسة وصلتنا إلى هالموضوع بكملكم الموضوع. الموضوع الله يحفظكم، موضوع المعاوضات الأول، كيف تغير الوضع من إلى الأول. كل هالعرب بيوت شعبية، ما حد هل تشوفون عندك كل واحد بيت بنقلة طوله طول عرضه عرض، هذا أبوي كله جديد. ما حد أبوي الأول عندهم بيوت كبار إلا فئة بسيطة معدودين على الأصابع، أوائل بسيطة تكاد لا تذكر من كذا من قلتها. كلها أبوي العرب الأول عايشين أبوي بيوت شعبية في نص بوظبي داخل دائرة المياه، الخالدية، مدينة زايد، بارهوز، فريج المحارب، هالفرجان، فريج الهوامل، فريج القمزان، يعني هالفرجان كلها. فمن كرم من كرم القيادة الرشيد في هالبلاد ضاقت البيوت، ضاقت البيوت الأول على العرب، كل بيت فيه ثلاث وأربع عوائل، كبرت الناس وكثرت العيال وضاقت البيوت على اللي ساكنينها. شو اللي استوى؟ شوف الكرم، كرم حياة الشيخ زايد عليه الجنة، أمروا منطقة مدينة زايد، نتكلم عن مدينة زايد، خلها ليانا نحن تري العرب كلها، يا أقلبية كلهم أصلا كلهم هالبلاد ياهم اللي يانا نحن. مدينة زايد الأول يلقص، قالوا والله بتتغير المنطقة، بتتغير من إلى، من منطقة سكنية بتتحول إلى منطقة تجارية. فاللي عنده بيت في مدينة زايد مثلا نحن يسمونه يلقص، القص يعني التثمين، والله كل بيت يت اللجنة مكونة من جماعة ما برم عد ما يحضرني أساميهم كلهم، يحضرني أسامي حد وحد لا يا غير ما في أقصر بحد وحد أكمله، المهم مجموعة على الله يغفر لهم إن شاء الله كلهم توفوا. نعم المجموعة أتي وثمنون البيت، يقولوا البيت هذا هل كثر فيه غرفة، هل كثر فيه ليوان مسلح ما بمسلح، نوع الطابوق اللي فيه، كم دريشة، كم حجرة، كم بخار، كم الله يعزمك سمع حمام، حسبوهن كم. قالوا البيت هذا يستاهل مبلغ الفلاني، البيت هذا يستاهل مبلغ الفلاني، البيت هذا يستاهل مبلغ الفلاني. شو اللي يستوي الحكومة شو سوت؟ عطت أراضي مثلا سكان مدينة زايد، ظهرت لهم أراضي كلهم في وين؟ في المشرف. ها جماعة مدينة زايد كلهم، الكلام اللي أخبركم عنه في السبعينات، يلقص تظهر أراضي، أراضي قالوا والله اللي همدينة زايد كلهم أبوية شارع حمدان، ها كلهم وين يصيرون؟ المشرف. قزوا لهم أراضي، هل تشوفونها الحين هالبيوت اللي في المشرف، هذا مكان الأول بيوت شعبية داخل بوظبي، ظهروا من داخل بوظبي وتديروا أبوي وين؟ المشرف، حد المشرف، حد المرور، حد البطين. نحن من اللي سكننا في البطين. المعوض شيء يكون عبارة عن شو؟ هذا شوفوا أخبركم عن شيء ما حبي أخبركم عنه، كل ما يطيع يقولون يعني ما يطيعون يخبرون، يعني على أساس أنه ما أدري شو السبب لكن ما يطيعون يخبرون عنه، يعني لكن أنا بخبركم عنه. أي القص مثل ما قلت لكم، ثمنوا البيت مثلا، أول تثمين، هذا أول تثمين، نحن أرمسكم عن بيتنا نحن، مليون ومئتين، مليون ومئتين
تبني بسبعمية بثمانمية بمليون، مليون ومئتين حبني يبني بمليون ونص، وعقب عادة يفرشون من عندهم، يحطون الفراش من عندهم. ها استخبروا الشيوخ ان الواد انبنت، ما وراهم ودونهم حطوه في البنيان، ما عندهم حق الفراش. شو استوى؟ ظهر امر محياد زايد انكم ادبلوه حطوه دبل المعوض اللي عطوه الاول مليون وميتين، ردوا زادوه مليون وميتين كثرهن. فرشت اللوادم واستراحت، فرشت اللوادم بيوته من المليون ميتين الاخرانيات، وخذوا سيايير وخذوا ما ادري كيف، وعاشوا بخير وسهاله، عاشوا بخير وسهاله الاسر كلها. يسمون ينقال والله يتم الرشه، يتم الرشه. الحمد لله رب العالمين مرزقنهم هذا الشيخ اللي ما حد شراته في الدنيا العوده، راف بالمواطنين وسووا لهم دبل للمعوض، وسكنت الناس وفرشوا وخذوا سيائر. كملوا ست شهور سنة سنتين، البيوت كبار، البيوت كبار، وكل حد وياه بشاشير، وهاك الأيام يجيبون عمالة من مصر. كل حد وياه، وعاشوا في بحبوحة من العيش. خلص سنة سنتين وقف عن البيزات، اللي عنده وقف. أمر حياد زايد أصرفوا بعدكم معاوض ثلاث مرات، يعني نحن مثلا قبضنا معاوض ثلاث وديات، هبلا نحن كل حد هذاك الوقت اللي قصوا بيته في الثمانينات أو نهاية الثمانينات كلهم حصلوا ثلاث وديات معاوض. تمت الناس بخير وسهالة، لكن شوفوا فطانة حياد زايد، قال هالبيزات لازم بيوجفن، لكن نحن بنعطي كل أسرة أرض تجارية. في وين؟ حد في شارع المطار، حد في النادي السياحي، الحين أظن يخلفوه من النادي السياحي يسموه حي الزاهية، الحين يجلبوه. عطوهم أبوي أراضي تجارية، ومنو لي يبني الأراضي؟ تبنيها لجنة الشيخ خليفة للمباني، اللي تبني كل مواطن، أغلبية المواطنين اللي ما عنده تجاري عطوه تجاري، ونحن منهم حالنا حال عرب، كلهم كل هالعوائل حصلت في عايش السنين على أراضي تجارية، كلهم دون استثناء اللي جايينهم القص بالعد واعتناد هاي، لا كلهم يتم أراضي تجارية عقب مرور ثلاث سنين من كل من عطوهم عوض وقف، كل من عطوهم عوض وقف ثلاث وديات، ويوجفن الأثاث من إيطاليا، والثريات من كريستال ما أدري عصفور وصنقور وما أدري وما أدري شو بقولكم، شو أمور هي يا من ياه الغنى من بعد حاي هي ينة العرب، حد منهم مزر بيت أبوي يميع السيائير ويميع شو أمور استوت يا ربي، اسألوا هاليتكم بيخبرونكم أمور والله. فلجنة الشيخ خليفة للمباني التجارية يعطون كل مواطن قرض، القرض هذا الفائدة نص درهم، نص درهم لتكلفة منوها، منو حقه مب للبنك، لا هاي للجنة روحها للصيانة وما المهم، كل سنة كل ما ينتهي العقد مال الأجار يعطونك نسبة منه. فعاشت أبوي الناس بخير وسهالة لين سارت البنايات وطاحت أبوي المديونية اللي عليها، عقب آزم الدخل البناية كل أبوي في بطون المواطنين. فلذلك تلقط هالبوظبي بالذات، أنا ما أدري عاد حد شيء موجود في الإمارات اللي مغير لو شياته، لكن هالبوظبي بالذات من السبعينات والثمانينات حالهم الحمد لله بخير، حالهم بخير وعايشين عيشة رغد
وبنايات وسيايير ومزارع ويخوت وطراريد وسيايير أشكال ورناق. وكل سنة أبوي وديتين ثلاث يسيرون بيروت، وقبل بيروت كانوا يسيرون شيراز ويسيرون الهند وجليل جليل 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 اللي يسير لندن. من النوادر حد يسير لندن. لندن ساروا لها لعقب ساروا، لكن العرب الأول شيراز ولبنان. ها ليه؟ والبنايات تكد والتناكر ابوي تكد والتكاسي تكد، والحمد لله عايشين عيشة لين اليوم ولين بكرة. فلذلك تلقط الناس بخير وسهالة. أنا ما أدري شو اللي خلاني أعد هاي السالفة كلها، لكن سالفة أتير السالفة. سبحان الله خير. هي والله بس عاد علي من مساعة وأنا رمس حتى ريجي نشل. يلا سبحان الله خير.